تنظيم هذه الندوه هذه المحاضرات المفوضيه العليا برنامج الاغاثه والتنميه الدولي مبادره الاصلاح العربي والجامعه الشعبيه السوريه. الحقيقه انا سعيد جدا بهذه الفرصه لانه الموضوع موضوع القضايا السياسيه والاهتمام بالقضايا السياسيه. ايوه يا جماعه خلصتوا؟ اوكي. من الاشياء الحقيقه اللي جعلني نقص للمجتمع السوري كتجربه شخصيه، انا بتذكر انه اذا كنت انت طالب في سوريا وكنت مجتهد فالتوقع من قبل اهلك انه تروح لكليه الطب ثم الهندسه واخيرا كليات هلا الاي تي اللي هي نظام المعلومات والكمبيوتر، لانه الفرص المتاحه لهذه الاعمال هي اكبر في دول مثل سوريا. هذا جعل تاريخيا في سوريا في فقر شديد في المختصين بالعلاقات السياسيه، العلوم الاجتماعيه، التاريخ. ولذلك المحاضره اللي اعطاها البروفيسور جان كير كثير كثير مهمه لاعطاء خلفيه مهمه يعني لفهمنا لما يجري في من حولنا. السياسه جزء اساسي من عالمنا، و يمكن ان اقول بانه كثير من الشعب السوري هو ضحيه سياسات معينه، سواء سياسات نظام او سياسات اقليميه وبالتاكيد سياسات دوليه مثل ما كلكم عبرتوا عن الشيء من خلال اسئلتكم. انا ححاول في عجاله ال 35 دقيقه واعطي مجال اكبر للنقاش اني بس اعطي بعض هيك مفاتيح اساسيه لكيف نفكر سياسيا، فكره التحليل السياسي. طبعا في مسار كامل انا درسه عن المدخل الى السياسه المقارنه على مدى قصه كامل. درس مسار للدراسات العليا على مدى سنه في الموضوع، حاول اختصره 35 دقيقه. يعني فلنشوف العمليه صعبه جدا. خليني ابدا بفكره كلمتي التحليل والسياسه. اولا ما هو تعريف السياسه؟ انا متاكد انه شائع مره ثانيه في الثقافه العربيه انه تعريف كثيرة سلبيه للسياسه، ممكن حدا يقول لي اي تعريف سلبي للسياسه؟ فن ممكن هي مو كثير سلبيه، يعني معقوله بس شيء اسوء من هيك. سياسه لما تفكر بالسياسه شو بيخطر لبالك شيء سلبي؟ فن حكم المجتمعات كمان ايجابيه، شيء سلبي. خداع كثير. خداع الشعوب. مصالح كمان ايجابيه، ايوه. الغاية تبرر الوسيلة. فهل المفاهيم هي السلبية الموجودة عندنا عن السياسة هي فعلا نتاج لأنه العملية السياسية في كثير خاصة من الدول غير الديمقراطية، الدول الدكتاتورية تؤدي إلى أنه ما تعطي فرص متكافئة للناس، إلى أنه بيستخدموا كل الأساليب حتى يوصلوا إلى ما يريدوا، فتعطي هذه الانطباعات على الناس. بس الحقيقة اللي أحاول أكده اليوم أنه كتعريف علمي الشيء اللي ذكرته بعضاً عن المصالح عن الممكن هي اقرب الى فعلا جوهر العمليه السياسيه حتى في دول مثل دولنا المتواجده. من التعاريف المنتشره للسياسه الشائعه جدا انه هي هذا تعريف يعني عام جدا ممكن يستخدم على اكثر من مستوى، انه هو عباره عن عمليه قرار، عمليه صنع قرار فيما يتعلق بتوزيع موارد لمجموعه بشريه موجوده في مكان ما. فيمكن ان نتحدث عن السياسه على مستوى مخيم الزعتر. في سياسه معينه دار الزعتر يجب ان تقرر بشكل دائم كيف تتصرف بالموارد، الموارد الاقتصاديه الحقبه القيميه الموجوده. يمكن ان نتحدث عن سياسه على مستوى منظمه الاغاثه والتنميه داخل هذه المنظمه، ويمكن ان نتحدث عن سياسه على مستوى الدوله سوريا الولايات المتحده. وطبعا نتحدث عن السياسه على مستوى الاقليم ومستوى العالم، واعتقد الصوره اللي اعطاها جان كير كانت يعني تطور النظام الدولي اللي هو عباره عن اطار عام لفهم كل هذه السياسات على المستويات الاقل. فبرجع باكد انه يعني اذا نظرنا للعمليه السياسيه على انه عمليه اداره وعمليه قرار لتوزيع موارد فيما يتعلق بمجموعه بشريه معينه على ارض معينه. طبعا انا حركز على السياسه على مستوى الدولة، هذا اللي بيكون كلمه التحليل. الان كلمه التحليل في التحليل السياسي
لما نحن نفكر بتحليل سياسي برضه في منطقتنا ايضا يخطب على تفكيرنا فكره نظريه المؤامره. رافعوا على نظريه المؤامره. اعطيني مثال على نظريه المؤامره. ايش؟ مؤامره كونيه. ايوه. يعني مثلا هلا في البعض بيقول لك انه فاكس فيكم مثلا مؤامره، بس هي مش مؤامره، هي اتفاقيه خلينا مؤامره على الشعب. ايوه. هلا هي يعني فكره مهمه، لانه الحقيقه اللي عم بصير انه تفكير نظريه المؤامره هو تفسير بسيط لظاهره معينه. وتفسير عاده ما تستخدمه الشعوب المقهوره. ليش نظريه المؤامره بتلاقي شعبيه كثير عن بعض يعني الشعوب والجماعات؟ لانه تريح الانسان من مسؤوليته على ان يغير واقعه الى واقع افضل. فمثلا اذا انا والله بشار اسد بيقول في مؤامره كونيه على سوريا، اشتركت فيها تركيا والسعوديه وفرنسا والعالم كله حتى يضعف سوريا ويسقط النظام التقدمي كذا كذا اللي هو الاحتلال قبيح الى كل هذا الكلام، هي نظريه. ايضا بالطرف الاخر الشعب السوري كثير منهم بيعتقد انه نحن ايضا ضحيه مؤامره، ضحيه مؤامره. شفتوا بالاسئله اللي طرحت كل سؤال، اين موقف فرنسا الاخلاقي؟ اين المنظمات الدوليه؟ اين كذا؟ وهذا طبعا معقول. بس بشكل اساسي يعني نظريه المؤامره فيها جزء من الحكومه، ولكنها لا تساعد على فهم العمليه السياسيه، لا تساعدنا على فهم السياسه ومن ثم تغييرها. يعني نحن بالسياسه في الجزء الاساسي لازم نفهم ما هي عمليه نظريه بحته. السياسه لها تطبيقاتها العمليه، لها اثار. اي عمليه سياسيه تنتج مخرجات، سياسات بتاثر علينا في التعليم، في الصحه، في حاله اذا كان نظام قمعي ممكن ان يشرد شعبه كما جرى في نصف الشعب السوري الان. وبالتالي العمليه بحاجه الى نوع من الدقه في الموضوع. أنا بقترح عليكم إنه حتى ندخل في عملية تحليل سياسي هناك ثلاثة عناصر أساسية لأي عملية تحليل سياسي. ناخذ ظاهرة معينة من الظواهر. أول مستوى من التحليل السياسي هو وصف هذه الظاهرة بشكل دقيق. وصف الظاهرة. فقبل ما يعني أطلق أي أحكام على الظاهرة يجب أن نحاول أوصفها، وكل ما كان وصفي دقيق باستخدام مفاهيم ومصطلحات يمكن قياسها كل ما كانت قدرتي على انه افهم العمليه السياسيه. جوهر التحليل السياسي هو التفسير والشرح. التفسير، الجواب على سؤال لماذا حصل هذا الامر، هذا هو جوهر العمليه التحليل السياسي. فمثلا ما الذي ادى الى قضيه التطورات السوريه وصلت الى هذا المستوى؟ لماذا يستخدم هذا النظام القمع؟ لماذا يستخدم هذا النظام اسلوب اخر في اداره العمليه السياسيه؟ لماذا تذهب الدول الى الحروب بدل ما انه تحاول ان تحل الصراعات بشكل سلمي؟ لماذا تعتمد بعض الجماعات اساليب معينه في التعبير عن مصالحها؟ فجوهر عمليه التحليل السياسي هو الجواب على سؤال لماذا بالانجليزي why which is explanation explaining ظاهره معينه. يعني انا عندي في العلوم الاجتماعيه إذا قدرت أوصل بعد ما شفت ظاهرة معينة إنه ألف تسبب باء، فأنا استطعت فعلا أوصل إلى جوهر الفهم ظاهرة سياسية. طبعا العملية السياسية مهم جدا. أمر آخر، أنا ليش عم حاول أفهم؟ حتى أستطيع أن أتحكم بالظاهرة السياسية. وهون بتجي محاولتي في التنبؤ وهي البعد الثالث من عملية التحليل السياسي. إذا استطعت أن أفسر ظاهرة، إذا فهمت إنه ثورات هو مثلا الحرمان، فانا ممكن ان اتحكم بانه امنع احتمال حصول تمرد في مكان معين لاني احسن الاحوال الاقتصاديه في مجموعه معينه. فدائما في العمليه السياسيه في جوانب تطبيقيه عمليه وليست نظريه بحته. هذا نقطه كثير بحب اكد عليها. بشكل اساسي انا عم احاول يعني ابسط الامور بشكل كثير، ولكن اعطيكم بعض هيك الادوات الاساسيه حتى نستطيع انه يعني نقوم بتحليل اقرب الى العلميه. وبالمناسبه العلوم الاجتماعيه نستخدم كلمه علوم ليست كالعلوم التطبيقيه والفيزيائيه. يعني ما هي علوم مثل ما يسموها علوم ممكن ان تجربها في كل مكان. ولذلك فكره يعني حتى يعني في امريكا نستخدم العلوم السياسيه.
بأوروبا يتفقوا الدراسات السياسية، العلوم السياسية شوية سكتهم يعني في شوية عدم قبول، بس فكرة العلمية منين تجي؟ فكرة العلمية بأنه دائما نستخدم نفس الأساليب والأدوات في كل الحالات حتى نصل إلى تحليل مماثل، مثلا حتى نصل إلى هذا المستوى بحاجة إلى أمرين، فطرنا مفاهيم أساسية، مثلا في الحالة السورية الآن هناك خلاف عما يجري في سوريا، هل هي ثورة؟ هل هي حرب أهلية؟ هل هي تمرد؟ هل هي حرب بالوكالة؟ هل هي حرب إقليمية؟ هل هي حرب دولية؟ تحديدنا لما لهذه الظاهرة مهم جدا في فهمها، ويجب أن نكون مفهوم يستحق قادر للقياس، يعني لما نقول ثورة بدي أستطيع من خلال بعض المقاييس العملية نحدد شو هي معنى الثورة من خلال أشياء حتى يمكن قياسها بشكل مادي. والعلوم السياسية طبعا مفاهيم العلوم السياسية تطور كبير في هذا الأمر، ممكن أعطيكم أمثلة. الأمر الآخر هو النظريات، حتى نقوم بتحليل سياسي صحيح يجب أن يكون عندنا نظرية. ما هي النظرية؟ شو هي النظرية؟ بالنسبة للثورة السورية تصبح لها كل المسميات، كل المسميات من البداية حتى النهاية. وهي أنا حرجع على هذا الكلام، بس شو هي النظرية؟ الأولى أنا عندي نظرية، شو النظرية؟ ايش عفوا؟ كلام يحتاج الى برهان. يعني بشكل ابسط في شيء من هذا، هي عباره عن مقوله تحاول، هي عباره عن قضيه كانت من الزمن السابق ونحن بنمضيها بالزمن هذا. يعني ابسط تعريف اعطيكم اياه هو عباره عن مقوله تحاول ان تجد علاقه بين السبب والمسبب. تمام؟ مش معنى اذا الف يسبب باء، إذا كان عنده نظرية مثلاً ما هو أسباب إخوان الثورات؟ أحد النظريات هي الحرمان الاقتصادي، أحد النظريات متعلق بالسلوك السيكولوجي للأفراد، لماذا تذهب الدول إلى الحروب؟ في ثلاث مستويات من التفسيرات والنظريات، هذه النظريات الشائعة جداً يعني بسيطة جداً في تفسير العلوم الاجتماعية والسياسية، النظرية الماركسية عندها تفسير كثير بسيط، الاقتصاد هو أساس كل شيء. إذا بدك تبحث عن الصراع في سوريا ابحث عن الاقتصاد، ابحث ليش هذا النظام عم بيتحكم بالموارد الاقتصادية وما عم يوزع على الناس. هاي نظرية، النظرية طبعاً هي هدف كل العلوم، كل العلوم بتحاول تطور من مشاهداتها للأحداث نظريات، وعبر الزمن هذه النظريات يمكن أن نباهن على بعضها ويمكن أن نباهن على عدم صحة بعضها. حتى تكون النظرية مقبولة عادة نحن ننظر يعني معيارين، المعيار الأول أن تكون منطقية، يعني مثلا إذا أنا بقول الآن إنه داعش خلقتها السي آي إيه، يعني فيها منطق بس مو كثير يعني ما كثير ماشي. الأمر الثاني إنه تستند إلى حقائق مادية، فأنا دائما حتى أصدق نظريتي بدي أبحث بشكل دائم من خلال الأحداث والتجارب وحتى التاريخ عن ما يثبت هذه النظرية. أحياناً لا نستطيع أن نثبت نظرية، ولكن طالما ما قدمنا على أن نثبت عكسها فيمكن لهذه النظرية أن تكون صالحة في استخدامنا للتحليل السياسي. كثير من النظريات السياسية تجينا من علوم اجتماعية أخرى، من علم النفس، من الاجتماع، من النفس الاجتماعي، من الأنثروبولوجي، وبالتالي في تداخل بالنظريات الاجتماعية والسياسية لكل علوم الاجتماع. هي كلها بشكل أساسي مقدمات بسيطة جدا لفكرة يعني التحليل السياسي وما هو موضوعه. أنا هلا حدخل بموضوع النظم السياسية المقارنة في على الأقل في أمريكا، ما بعرف في أوروبا. العلوم السياسية في أمريكا مقسمة إلى خمس أقسام أساسية، يعني جرب تدرس علوم سياسية بتمنى كثار منكم من الصبايا والشباب فكروا بهذا الأمر جديا، لأنه في عندنا فقر شديد وحاجة شديدة لهذا الأمر للمستقبل السوري. العلوم السياسية مقسمة إلى خمسة فروع. الفرع الأول هو النظرية السياسية اللي يبحث في عالم الأفكار والفلسفات وما يجب أن تكون عليه السياسة، بدءاً من نظريات الإغريق إلى نظريات الفكر الإسلامي والمتوسطي ونظريات من عهد يسمون اليقظة في أوروبا ثم الحداثة وما بعد الحداثة، كل هذه تبحثها هذا الفرع اللي هو النظرية السياسية. الفرع الثاني في أمريكا فقط يختص بالسياسة الأمريكية، American Politics. هذا الفرع متطور جداً ويبحث كل ما يتعلق بالعملية السياسية المرتبطة بالنظام الأمريكي،
يعني تلاقي مثلا زميلي وزملائي اجى جديد على القسم مختص بكيفيه التصوير اللي من اصل مكسيكي في منطقه في جنوب امريكا. هذا كل تخصص، هذا كل عمل، فيجمع دائما معلومات حتى يكتب في هذا الامر. طبعا لما بتكتب صار ناس مختصين يمكن ان انت تتخصص انت في ادق الامور. عدم وجود هذا الاهتمام في عالمنا في المنطقه السوريه عم بيخلينا دائما نهتم بكل الشغلات ونلجا الى الاساليب البسيطه والمشوهه احيانا لفهم العمليه السياسيه، ولكن هذا العمل متطور تطور شديد الان في استخدام كبير للاساليب الرياضيه والكمبيوتر في اثبات وعدم اثبات نظريات كثيره في هذا الجانب. الفرع الثالث اللي هو حركز عليه شوي اليوم في بعض المحاضره حوالي ربع ساعه هو السياسه المقارنه. السياسه المقارنه وكيف يمكن ان تفهم السياسه بين الدول المختلفه. اسلوب المقارنه احد الاساليب المتطوره جدا لتطوير النظريات ولفهم العمليه السياسيه. هذا حاجة. الفرع الرابع هو العلاقات الدوليه اللي تحدث فيها جار كير وتحدث الدكتوره بسمه بشكل اكبر على الموضوع. بكره يمكن احكي لكم شوي عن تحليل السياسه الخارجيه مع يعني تركيز على النموذج الامريكي كمثال. والفرع الاخير هو اللي يسموه السياسات العامه public policy، وهذا متطور كثير بيركز على كيفيه سياسات معينه سواء تعليميه سياسيه سياسات دفاعيه وايضا بيتطرق لسياسات محليه مقابل سياسات على مستوى الدوله وعلى مستوى العالم. فيما يتعلق بالنظم السياسيه المقارنه من المفاهيم الاساسيه للسياسه المقارنه اللي نتعاطى معها بعض المفاهيم الاساسيه جدا هي فكره الحكومه والنظام السياسي، الدوله، الامه، الشعب، القوه، كل هذه المفاهيم مهمه جدا. حاعطيكم بس طريقه بسيطه مثلا تفسير يعني تحليل نظام مقارن بطريقه مقارنه. فكره المقارنه شو اهميتها؟ ليش احنا بنقارن بحياتنا؟ مثلا بدك تروح على جامعه بدك تروح تدرس على الاقل عده خيارات صح؟ شو الفكره الاساسيه؟ اختار الافضل، يعني كيف بيجي الافضل؟ يعني على الاقل بيعطيني فكره شو ميزات هي شو ميزات هي تمام وبتساعدني على الفهم. نرجع لفكره انه جوهر العمليه التحليل السياسي هي التفسير والشرع. الاسلوب المقارن هو احد الاساليب المهمه جدا لنفهم مثلا ليش العمليه السياسيه بفرنسا مختلفه عن بالهند. كيف امريكا تتخذ قرار سياسي بشكل مختلف عما تقوم به جنوب افريقيا؟ هون جزء منها اساسي جدا لابد من فهم التاريخ السياسي لهذه الدوله او هذا النظام. في تعريفنا للمستويات الثلاثه الحكومه والنظام والدوله، يعني احيانا بنستخدم احنا هي كل المصطلحات بشكل متبادل. بس بشكل اساسي الحكومه اذا عملنا مثل رسمه هرميه، الحكومه هي على راس الهرم. والحكومه هي عباره عن الافراد والمؤسسات التي تتخذ قرار نيابه عن مجموعه غالبا ما تعطي صلاحيتها دستور معين. فمثلا لما نقول الحكومه البريطانيه، الحكومه البريطانيه هي عباره عن مجلس الوزراء البريطاني اللي يتخذ هذا القرار. اذا نزلنا للمستوى اللي اقل فممكن نتحدث عن النظام. كلمه النظام العربي احيانا هي ترجمه لكلمتين بالانجليزي regime وسيستم. ريجيم وسيستم. كلمة ريجيم بالانجليزي لها شوية مدلولات سلبية. فبيقولوا مثلا ذا ريجيم اوف صدام حسين، ما بيقولوا ذا ريجيم اوف اوباما. عرفت علي كيف؟ انه في طابع شخصي شوي، بس الريجيم والنظام هو اشمل من الحكومة لانه هو اكثر من مجرد الافراد والمؤسسات اللي تصنع القرار، هو الاساس اللي يقوم عليها هذا النظام، بما في ذلك الاساس الدستوري. فلذلك لما تطلعوا الشباب بميدان التحرير وقالوا الشعب يريد اسقاط النظام وردوها بدرعا وردوها بسوريا، كانت الفكره مش تغيير الحكومه وبشار الاسد فقط، تغيير اساس النظام السياسي من نظام مخابراتي الى نظام قائم على القانون، من نظام يحكم فرد الى نظام يعتمد على دوله القانون، من نظام يستند الى مؤسسه قمع الى نظام في تنفيذ وفرص اكبر للتنفيذ. هي هي الفكره تغيير اساس النظام. بعتقد انا اغلبيه الشعب السوري يتمنى ان يتغير نظامه السياسي من نظام استبدادي قمعي الى نظام ديمقراطي. يعني هي ما مش كلام كونتروفيرشل. اوكي. طيب. ايه ف بيجي طبعا المستوى الاكبر اللي هو الدوله. الدوله اشمل من الحكومه والنظام.
اللي بالاضافه للحكومه والنظام تشمل الشعب وتشمل الاقليم، وطبعا البعض يضيف على ذلك قضيه انه لابد للدوله حتى تكون دوله معترف فيها انه يكون هناك اعتراف دولي. اهم صور اعتراف دولي في عالمنا المعاصر هو من خلال انضمام هذه الدوله الى الامم المتحده. فمثلا عندنا بعض الدول اللي هي ناقصه بشكل معين، يعني دوله فلسطين كثير دول عربيه ودول عالم ثالث ودول اوروبيه بتعترف فيها، ولكن ليس الدوله بمعنى كامل لانه ما في اعتراف فيها بالامم المتحده وان كان لها صيغه يعني خاصه في هذا الامر. فهذه العناصر كلها تجعل الدوله لما نحكي على الشعب، الشعب طبعا ايضا هو في العربي يعني عارف الانجليزي بنستخدم نيشن اللي هي امه وشعب. يعني اذا نظرنا لهذا المكون البشري في علاقته بالدوله انه يكون هناك علاقه قانونيه بينه وبين النظام السياسي. الدول المتحضره الان الديمقراطيه اساس هذه العلاقه شيء اسمه المواطنه، كثير اساس المواطنه بمعنى كل الناس متساويين، مش لانه انت جاي من القريه الفلانيه ما لك فرصه لا او جاي من العائله الفلانيه فانت صلاتك تسمح لك بصفقات وكذا وكذا وكذا. هذا الشيء اللي انا بعتقد ايضا يعني طموح كل الشعوب خاصه في الدول غير الديمقراطيه ان تصل الى هذا المستوى في العلاقه. بشكل اساسي وبسيط احد نماذج تحليل يعني نظم المقارنه انه تنظر انت الى شيء اسمه عمليه صنع القرار، كيف تصنع عمليه القرار في اي مجتمع؟ هذا صنع القرار يعني عملية صنع القرار هو عبارة عن صندوق. إذا استطعنا نفتح هذا الصندوق نستطيع نفهم العملية السياسية بشكل كثير كثير جيد. من هو صانع القرار في دولة؟ في أغلب الدول الديمقراطية في عندنا الدساتير تحدد ما هي المؤسسات التي تصنع الدولة. يعني الرئيس الأمريكي لما تقول رئيس أمريكي عنده صلاحيات حقيقية. في بعض الدول الثانية بجوز أحيانا يكون رئيس وزراء. يعني واحد في دولة اسمها ما بتكون اسمها سوريا إدارة المخابرات أهم رئيس وزراء صح؟ فما بيعرف هذا الدستور، يعني الدستور ما عم بحكيش خالص وصل فكل ما استطعنا نفتح هذا الصندوق نفهم العملية السياسية بشكل كبير. العملية السياسية في أي دولة بيجيها شغلة اسمها مدخلات، المدخلات هي عبارة عن طالب من صاحب القرار وعبارة عن دعم صاحب القرار وفي مخرجات هي السياسات بكل اشكالها، سياسات فيما يتعلق بالامن، فيما يتعلق بالصحه، فيما يتعلق بالتعليم، كل المتطلبات الحياتيه للناس. فيمكن ان مثلا نقارن عمليه صنع القرار بين البرلمان البريطاني مع يعني مجلس الدوما في اتحاد السوفيتي. ممكن انا اسوي مقارنه بين شخصيات سياسيه، ممكن نسوي مقارنة بين مؤسسات سياسية، ممكن نسوي مقارنة بين قيادات سياسية. هذه المقارنات تحدد أوجه التشابه والاختلاف، ومن خلالها أستطيع أن أطور نظرية عن ما يمكن أن يساعدني بفهم العملية السياسية حتى أغيرها. حاقني بس بشكل سريع لأنه فعلا بدي أعطيكم فرصة تسألوني كثير وجاوب على أسئلة. لأنه أهم يعني أنماط النظم السياسية في العالم الآن، في كثير طرق لحتى نحدد أنماط النظم السياسية، بس أنا حركز على يعني نماذج عريضة. النظام الأول هو النظام الديمقراطية اللي عادة بيضيفوا لها الليبرالية، الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. هذه الأنظمة اللي بشكل أساسي جوهرها كلمة الديمقراطية، تعريف الديمقراطية كثير تعريف، بس هل تعريف إنه من يختار صانع القرار ومن يختار السياسات في حددها صانع القرار هو شيء اسمه رغبة الشعب، حكم الشعب من خلال أداة اسمها انتخابات صندوق صراع. هي أهم مزايا الأنظمة الديمقراطية. في الأنظمة الديمقراطية الناس عندها فرصة أن تغير هؤلاء الناس بشكل دولي كل 4 سنوات، في هناك فترة تحديد فترة الحاكم، وهذه أهم المزايا. طبعا بالإضافة هناك في حكم قانون، بالإضافة إلى ذلك هناك مواطنة في مساواة. الأنظمة الديمقراطية بالمناسبة ليست كلها بشكل مثالي أحيانا بتكون عندنا. إلى كثير نقاط ضعف. ذلك من المقولات اللي انا كثير بحبها، مقوله مشهوره في تشرشل بيقول انه الانظمه والديمقراطيه هي اسوء انواع الحكم. هي الفقره الاولى، هل حافظ الفقره الثانيه الا اذا قرنت بغيرها. شو معناها؟ معناها انه الديمقراطيه
دائما بحاجة انك تطور، دائما بحاجة انه تحسن مشاركة الناس بالعملية الانتخابية، تحسن فرص الناس انه يدخلوا في العملية السياسية، تحسن حكم القانون، تحسن الفرص الاقتصادية، لأنه أيضا في دول الديمقراطية مثل أمريكا المال بيلعب دور كثير أساسي في العملية السياسية. وبالتالي مثلا في أمريكا بعد حوالي سبتمبر الإرهابية صار في تراجع كثير بالحريات الفردية، لأنه صار تركيز على الأمن على حساب الحريات. وبالتالي حتى الأنظمة الديمقراطية اللي نحن نسعى لها ليست بالضرورة هي مثالية، مثالية بكل معنى الكلمة، بحاجة دائما إنه الإنسان يشتغل عليها والشعب والحكومة حتى يحسنها. النموذج الثاني اللي شفناه بالعالم ويتحدث عنه زميلنا جان كير خاصة رسالة في فترة ما بعد الحرب الباردة هو النموذج الشيوعي، والآن بنسميه ما بعد الشيوعي، هي مجموعة الدول اللي اختارت الأيديولوجية الشيوعية، وهي كانت لها نظام سياسي معين موجود حتى الآن في الصين. في عندك حزب وعندك دولة، والحزب هو القائد للدولة والمجتمع. ذكرتكم هي الفقرة بشيء سوري؟ المادة الثانية؟ فبيعملوا انه هذه الأنظمة قررت انه هناك حزب واحد فقط يحكم الدولة، وهذا الحزب هو الوحيد اللي بيحق له احتكار السلطة. وكان النموذج فشل عالميا، فشل بشكل مزري. وبالتالي كثير من الدول مثل الاتحاد السوفيتي السابق، روسيا و14 جمهورية الأخرى، دول أوروبا الشرقية تحاول في مرحلة انتقالية. دكتورة بسمح تحكي لكم عن الانتقال الديمقراطي اللي صار في بعض الدول، مش بالضرورة من الشيوعية ولكن من أنظمة الاستبداد في أمريكا اللاتينية وديكتاتوريات الأنظمة الديمقراطية. ثم هناك النموذج الثالث الشائع اللي هو الدول النامية developing countries اللي هي بلادنا تنتمي إليها. هذه الدول يعني عم تقتبس من هون ومن هون، أحيانا أخذت تجربة الحزب الواحد، ولكن الكثير منها مر بمرحلة ديكتاتورية، مرحلة استبدادية، وبرروا هذه الاستبداد بأسباب كثيرة. بعضها انه بحاجه الى تحقيق التنميه هي اهم من الديمقراطيه، بعضها بانه ما تسمح لنا اذا اخترنا قضيه الديمقراطيه والاحزاب حتسوي لنا انشقاقات وحتسوي لنا انقسامات وحتسوي لنا مشاكل كثيره وهذا مو واقع. بعضها قال لك شو يعني الحريات، حريه التعبير؟ ما اهم شيء من طعم الناس. باسم كل هذه القضايا تم ايجاد انظمه بشكل عام ممكن نسميها استبداديه، ولكن هذه الانظمه اجت تحت ضغوط كثيره هي في مرحله انتقاليه. وبعضها طبعا ما عاد ينظر الى النموذج الشيوعي كنموذج قائم بحسن. انا فيني احكي لكم لبكره بس حوقف الحقيقه هون عن الطائله اللي حكيت لكم، انه بيعطيني فرصه على الاقل لاسئله لاي شيء حكيته عنه. وشكرا. السياسه او الديمقراطيه، هذه المقوله على الاقل في منطقتنا العربيه فشلت. ليش؟ لانه لما تقول انا بدي نظام ديمقراطي تقول بدي نظام دوله قانون، يعني لازم يكون في مساءله والمحاسبه، لازم يكون في احزاب معارضه افراط اداء الاحزاب الحاكمه، لازم يكون في حريات، اذا انت انظلمت فيك تروح تتظلم. هذه متطلبات كثير الان تتفق على انها هي متطلبات حتى للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. هذا لا يعني انه الدوله الديمقراطيه في ليله وضحاها ستحل كل مشاكل البلاد على الاطلاق. ولكن مثل ما قلت لك النموذج السابق على الاقل اسفل فشل بشكل او باخر. انا ما بعرف بالنسبه لرومانيا بس بالشكل اللي وصفته يعني بالضروره، ولكن بقول لك مثلا في بعض الدول اللي مرت بمرحله انتقاليه، الاتحاد السوفيتي مروا بمراحل صعبه جدا. الانظمه السابقه الشيوعيه كان لها مزايا، انا ذكرت سلبياتها. من مزاياها انه كانت تقدم للناس مثلا تعليم مجاني، صحه مجانيه، كانت تقدم لهم يعني بتفلوا فرص عمل وان كان ما يدفعون كثير، عرفت علي؟ ايه هذا النموذج الاشتراكي، هي الفكره الاشتراكيه. بس بشكل يعني مره ثانيه هذا النظام وصل الى حدود، بمعنى بعد فتره من الفترات حتى هذه الانظمه صار فيها طبقه فاسده، صار فيها طبقه حاكمه اسوء من الدكتاتوريه واسوء من ما يدعوا انه موجود لديك المجتمع. فقامت الشعوب الحقيقه بيقولوا طالب حقوقها الاساسيه بالمشاركه السياسيه، بالمحاسبه، بالمساءله، بوضع ضوابط مؤسساتيه لعدم تغول شخص الحاكم. جزء كبير من العمليه السياسيه، جزء من العمليه السياسيه انا ما ذكرته هو انه في عمليه صنع القرار، في عمليه الصراع على السلطه. احد التعريف السياسي الشائع جدا خاصه في السياسه الدوليه هو صراع على السلطه، صراع على القوه، struggle for power. الصراع على السلطه هذا اذا ما كان في ضوابط بتكون كثير كثير سيء. في عندنا مقوله مهمه جدا لورد اكتر البريطاني بيقول لك السلطه مع السلطة
مفسده، السلطه المطلقه مفسده بالمطلق. فالفكره الاساسيه انه يجب ان نحط ضوابط، ضوابط للحاكم حتى يستطيع يدير الموارد، تعريفنا للسياسه، حتى يستطيع يدير الموارد بطريقه متعدله، تكافؤ الفرص جزء من عمليه الانتقال. بجوز تحول اللي صار من تشافيسكو للي بعده محل كل مشاكل رومانيا، بس تبدا في اوجد فرص اكبر، اوجد على الاقل امكانيه اكبر. كثير من الشباب اللي مثلا ما كان في الحزب الشيوعي، اذا انت برومانيا ما كنت في الحزب الشيوعي ما كان لك اي مصدر. كثير من الدول اعضاء الحزب الشيوعي ما بيصير اكثر من 15%. بمعنى اخر انت مثلا استاذ في مدرسه بالنظام الشيوعي، اذا ما كنت منضم للحزب الحاكم ما بتصير مدير مدرسه، بتعرف هذا يعني ضرب اساسي لاحد الفرص اللي هي تكافؤ الفرص من انظمه اخرى. على الاقل هذا التغيير انا بعتقد صار في عالمي، لانه النظام الديمقراطي ما هو مثالي ولكن يعطي يحقق طموحات الناس والمجتمع بشكل اخر. ما في طيب اسئله اخرى للناس اللي ما سالوا؟ تفضل. حكيت لنا عن النظام السياسي الديمقراطية والشيوعية والنام، وحسب المقولة الديمقراطية اللي هي الأقرب للمثالية تقريبا، إنه هي أسوأ نوع الأنظمة اللي إذا قارناها. إحنا السؤال دائما النام إذا ظلت يجب تقارنها، إحنا مين راح نقارنها؟ إذا قارناها مرة بالشيوعية ومرة بالديمقراطية راح يصير ما صار عندنا. فإنه المقارنة لازم، المقارنة لازم. الديمقراطية بنقارنها بالأنظمة الديمقراطية المشابهة أو اللي هي استعادة للمثالية بشكل أكبر. البلدان النامية أو الأنظمة النامية إيش راح نقارنها؟ شو راح نقارنها؟ يعني يمكن إذا فهمت السؤال بشكل جيد، نحن أمامنا الآن العالم كله، يعني لنقتبس منه ونستفيد منه. ما ضروري نكرر تجارب دول مرت بعثرات وأخطاء، وبالتالي يعني ما بدنا مثل ما بيقولوا نعيد اختراع العجل. في عندنا مشاكل مشابهه لكثير مجتمعات، يعني مثل ما قلنا مثلا نحن النظام السياسي الحالي لحد قبل فتره كان نظام قريب من النموذج الاشتراكي، لانه يعطي احتكار السلطه الى حزب، مع انه يعني حافظ اسد قرر يوسع شويه فكره الحزب الحاكم، فسوى شغله اسمها الجبهه الوطنيه التقدميه ما بعرف ايش. ايه بس بقيت مثلا في تقليل على الاحزاب السبعه والثمانيه بمرحله من المراحل، انه ما بحق انهم يجنوا بالجامعات، ما بحق انهم يشتغلوا كذا، ما بحق انهم يعملوا هذا، فبقيت تافه بشكل اساسي كان نظام الحزب الواحد. بس في مشكله انا مثل ما ذكرت الدول الناميه لما تنظر للدستور حزب البعث ما كان حاكم، يعني خلينا نكون واقعيين. مثل ما قلت يعني النظام السياسي السوري كان نظام معقد، يعني كتبت عنه بشكل علمي، بقول انه في ظاهر يعني في طبقتين، طبقه خارجيه هي مجلس شعب وحكومه وبيروقراطيه، ايوه، وفي توزيع يعني في توزيع مثلا داي وزراء مثلا معينين بيجوا من خلفيه معينه ووزراء اخرين من في تنوع، بس جوهر النظام السياسي السوري اجهزه مخابره ورؤساء فروع عسكريه تنتمو الى قائده معينه الى جهه معينه، وهذول اهم من الجهاز الاخر ومن المؤسسات الاخرى. فبالتاكيد اي تغيير بدنا نسويه انه تخلق مؤسسات تكون فيها شفافيه، يعني لما تكون عندك مجلس شعب يكون مجلس شعب حقيقي، يعني له صلاحيات. ما في بتاريخ مجالس الشعب في العالم والبرلمانات انه صوب مجلس شعب بالاجماع الا بسوريا. ما في شيء اسمه بشر كلهم يتفقوا على شيء واحد انه غير الدستور 18 دقيقه كله، يعني هذا مش مجلس، كل الناس تعرف كلام فاضي، يعني بسموه روبرت ساعه، يعني شيء كلام فاضي. اي فاللي بدي اقوله انه اللي بدنا اياه احنا فعلا انك توجد مؤسسات الى صلاحيات الى 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 قوه حقيقيه تقرر بكل العالم مجالس تشريعيه مهامها التشريع والرقابه. لما نوصل لهالمستوى بنصير ممكن نسوي مثلا نحن نقتبس في سوريا نسوي مجلسين، مجلس نواب ومجلس شيوخ مثلا. هذا ممكن يعطينا تمثيل لبعض المناطق اللي بعض يعني سكان المطالب بنوع من التنفيذ اكبر، حتى ما يصير في غلبه لحكم الاغلبيه على حساب اقليات معينه. فامامنا تجارب كثيره بهذا، بس مثل ما قلت الشيء الاساسي اللي بالتاكيد اغلب السوريين يمكن بيطمحوا له انه يوصلوا الى هذا النظام اللي بالاخير انا بشعر انا لي صوت فيه، لي قدره على المشاركه،
إلي قدرة على حتى بعد فترة يغير هذا الشخص اللي تم اختياره يكون في قيود على فترة ما بيولد ويستلم الحكم بالوراثة خلافا للنظام الجمهوري وبسبب الحكم يموت ويجي بعده أولاده وأولاد أولاده، يعني هذا شيء تجاوز الزمن بالتأكيد. فكرة الديمقراطية مثلا أحد أفكار الديمقراطية الحلوة سووا شغلة اسمها التيرم ليمت، تحديد قياسية فترة بيجيك واحد بأمريكا مثل بوش وأشار جان بيير وش خرب الدنيا بالعراق صح؟ إيه خلاص فترة ثانية يجوا اختاروا واحد ثاني سعيد يخرب الدنيا بطريقة ثانية بس هي شيء ثاني. الفكرة الأولى إنه التجديد مهم، تجديد بالعملية السياسية شيء أساسي من طبيعة البشر من سنين الكون إنه يصير عملية تجديد بتعطي فرص خاصة للقوى الجديدة في المجتمع الشباب والشباب ولا بصير في دموع بصير في أنصار. طيب بالنظريه اللي بتطرح القضيه السوريه تنطبق عليها عده نظريات، يعني بالنسبه للقضيه السوريه تنطبق عليها عده نظريات، يعني سياسيا القضيه الفلسطينيه اصبحت هي الاقرب للقضيه السوريه من الناحيه السياسيه بالنسبه يعني انه سياسات الدول الغربيه او الدول الاوروبيه صارت تعاملها مع القضيه السوريه يعني شبيهه بالقضيه الفلسطينيه، او انه نظريه القضيه السوريه يعني صار فيها تشكيل قريب جدا نظريه القضيه السوريه صار فيها تشكيل قريب جدا جدا من القضيه الفلسطينيه. وبالنسبه بالنسبة للسياسات الغربية المتبعة مع القضية السورية يعني أصبحت معقدة وصعبة جدا، يعني حتى إحنا كشباب متطلع لمجتمع سياسي مع المجتمع الغربي يعني الهدف الرئيسي أو الهدف الأول هو مساعدة القضية السورية من أجل يعني من أجل الحصول على نظام ديمقراطي يعني فينا نشبهه إنه يرغب به الغرب، مو نظام يعني نظام حزبي أو نظام يعني له أجندات خارجية. الدول الأوروبية بالنسبة للدول الأوروبية تعاملها السياسي مع القضية السورية أصبح معقد، يعني صعب على الشباب السوري أو صعب على المجتمع السوري، يعني تصديق السياسات الغربية المتبعة مع القضية السورية. يعني كلامي عن فضل فيه وتعليق ممكن أنا أتفق مع جزئية فيه إنه المجتمع ذكر هي دكتور جان بيير على انه ما يجري في سوريا جزء كبير منه هو انعكاس لفشل المجتمع الدولي والنظام الدولي لانه يتحمل مسؤوليته تجاه شعب تعرض الى اباده، تعرض الى جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب، وهذا شيء حتى كثير من الدول تعترف بهذا الفشل. طبعا الفشل له اسبابه ممكن انه من هذا الجانب صحيح في تشابه مع الوضع الفلسطيني، بس من جانب اخرى في فوارق كبيره، ما جرى في فلسطين هو عبارة عن أساسه جاءت مجموعة من خارج فلسطين، مشروع صهيوني استيطاني وحل محل أصحاب الأرض الأصليين، وبالتالي سبب عملية هجرة قسرية وخلق مشكلة موجودة حتى الآن. نحن ما في عندنا يعني مشكلة سورية معقدة جدا، يعني أنا بدي أوصفها بشكل هيك مبسط، قول هي بدأت كثورة امتداد للربيع العربي، شباب طلعوا بدرعة انطلقوا لباقي المحافظات اعتقادا بحقوق سياسيه اساسيه بكرامه بتكافؤ فرص مفقوده، هيك بدات. فقام النظام بقمع هذه التحركات اللي استمرت اشهر. هذا الوضع ادى الى يعني من ناحيه انشقاقات ثم عسكري ما يسمى بالثوره، ولكن اللي عقد الموضوع انه اصبح هناك صراع اقليمي على سوريا، فتدخلت كل الدول، ويمكن سوريا انا اقول هي ضحيه الجغرافيا السياسيه، فتدخل الدول لصالح النظام ودول لصالح المعارضه. وهذه الدول بكل اسف يعني هي مثل ما ذكر زميلنا كمان جان بيير ما يحركها هي مصالحها القوميه،
وبالتالي حتى لو كانوا صديقين مثلا للشعب السوري كل واحد عم يشتغل بطريقته ممكن يسيئنا، وهذا شفناه كثير من الاحيان. المشكله الكبرى انه ايضا صار مش في صراع في صراع دولي، روسيا رجعت تحاول تثبت وضعها من خلال سوريا وتردد امريكي ايضا اعطى هامش، فاصبح صراع معقد جدا. اللي بدي اقوله انه بس يبقى جوهر ما يجري في سوريا هو انه فعلا الشعب كان يريد تغيير النظام، وهلا اذا يمكن في تشابه مع فلسطين بانه بعض الدول اللي دخلت الخط الاقليمي اصبحت تقترب من الاحتلال مثل ايران مثلا. في بعض المنظمات اللي درست هذا الموضوع يعني وصفت الدور الايراني بانه احتلال، في جزء من الاحتلال في بعض الاماكن. في هذا المعنى في تشابه، بس كل صراع كل قضيه يعني كل دوله لها يعني ايضا مواصفات. مثل ما قلنا يعني استخدم المقارنه حتى يصير فهم اكثر، عرفت علي؟ مش فقط انه تطلق احكام يعني قيميه بشكل او باخر، بس التاكيد فيه انه يكون راح انه المجتمع الدولي ساهم في تحقيق المشكله السوريه وبعدم ايجاد حل. ايش معنى موقف؟ سؤال لواحد من الصغار. ألا يمكن لجميع السياسات الموجودة في العالم أن تقف ضد سياسة بشار الأسد، ضد السياسة في سوريا، سياسة الإرهاب والقمع؟ يعني مع أنه هذا خارج المحاضرة تبعتي، بس بقول طبعاً ممكن، بس بكل أسف ما حصل. يعني مش معقول تعقيدات السياسات الإقليمية والدولية خدمت هذا النظام.